الدرس رقم 10 في منهج الحاسب الآلي. الرايت كليك. إيدك الشمال بتفضل ثابتة مكانها وبإيدك اليمين بتنقر نقرة واحدة على الفارة. ورينا يا حازم. برافو عليك. قوم بقى عشان زمايلك يستفادوا زيك. يلا يا عفت. إيدك الشمال بتفضل ثابتة مكانها وبإيدك اليمين بتنقر نقرة واحدة على الفارة. برافو يا عفت. اقعد. اقعد في مكانك يا عفت. يلا يا صاحب. ايدك الشمال بتفضل ثابته مكانها وبايدك اليمين بتنكر نقره واحده على الفاره. مدهشه. برافو عليك. مش عايزكم تتلخبطوا بين الدرس ده ودرس رقم 8 الدبل كليك. التانيه بتبقى نقره مزدوجه على الناحيه الشمال، ده نقره واحده على الناحيه اليمين. اصيع منكم بكتير وبيقعوا فيها. انا سقطت ناس على الدبل كليك دي. واضح؟ صباح الخير يا مستر مازن. عملت لك الفاصوليا اللي بتحبها مطرح ما يسري يمري. طب ما قلتيش ليه من الصبح ما كنتش طلبت اكل؟ على العموم عايزك بكره بقى في منهج التدبير المنزلي تنزل لنا كوسه بالبشاميل، حموت عليها. بس كده من عينيا الاثنين، بكره تنزل المنهج. من بعيد من بعيد وانت بتتكلميني؟ ها؟ بس انا كنت عايزاك نتكلم بعد المروح. انا؟ اه؟ لا ده انا عندي الحصه دي وماشي، بعدين بقى. ده انا عندي الحصه دي وماشيه، البنات اللي معايا في حصه التدبير الجايه اتلغت، خدوها العاب. استنى. عصفورة وراها. حصل يا أستاذ. حد عنده أسئلة؟ أنا يا مستر. تعالى كل الأول. متشكر يا مستر. والله بجد. كلت والله. أنا بس عايز أسأل حضرتك إزاي أعمل رايت كليك وأنا أشول. أشول؟ لا إله إلا الله، ده من إمتى الموضوع ده؟ من زمان. أنا أشول يا مستر بس ما قلتش لحد. أنا بنقر بإيدي الشمال. إزاي أعمل كليك يمين بقى؟ سؤال حلو. ده سؤال هتعالى. سؤال حلو أوي. برافو عليك يا شادي. لو أنت أشول والفرع على يمينك، بتمد ايدك الشمال ناحيه الفرع كده وتنقر نقره واحده برضه. الوضع التشريحي باين؟ شكرا، اتفضل. طيب ان شاء الله الحصه الجايه النظر وعدني ان الكيسات الجديده هتيجي. يلا روحوا. انا عارف ان ميعاد الحصه فيه نص ساعه بس الغدا نزل بقى. وانا والله ما اكلت حاجه من الصبح. فين حاجتي؟ صحيح. بص يا جميل، بروتوكول الاوتيلات، خبط على الباب، نستنى 20 ثانية لغاية ما الجيست يفتح، ما يفتحش، خبط تاني وهكذا. هكذا؟ اه، نستنى 20 ثانية، وافرض حصل مشكلة جوه، نتقدر؟ لا، لازم نتصرف. ايه ده؟ أنت بتعمل إيه يا جميل؟ ما تخافش بس، أسيب الطلعة دي عليا. يا عم تعالى بس، بلاش هبل، يا ابني ده كارت، كارت يا بابا تعالى. فيزا؟ بص 20 ثانية. طب افرض ما تتحدش بعد ال 20 ثانية. مدام ميريك، جود مورنينج. وسيم السريتي، المدير العام، مهتم الناس مع شكوى حضرتك. يعني ايه اوتيل محترم يحصل فيه كده؟ اتفضل. عدة الخياطة يا فندم. مالها؟ عدة الخياطة ما فيهاش خيط ازرق. ايه؟ معقولة؟ دي غلطة. معلش يا فندم، انا بعتذر لحضرتك بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي في الاوتيل. ماشي حضرتك يا فندم، تديني 3 دقايق بالظبط اصلح الغلطة دي؟ اتفضل. اسراء المدبولي. اسراء المدبولي، هاوس كيبنج مانجر. معاك يا مستر وسيم، اتفضل. مسز اسراء، معلش تجيلي بسرعه جدا في خلال 30 ثانيه عند 122. ليه يا فندم، في حاجه ولا ايه؟ لما تيجي هتعرفي بنفسك. اشكرك حالا.